بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم التواصل ما شاء الله، هنا لازلنا في تواصل جميل ومميز مع هذا الانطلاق الجميل ومميز، وشوطنا الاخير، شوطنا السادس عشر خصص للجعدان المهجنات الاصايل. نتمنى دائما التوفيق والناموس للاخوة المشاركين في هذا الانطلاق. هو هناك اللي في المركز الاول نجد ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري، وفي ثاني المراكز اللي في المركز الثاني، المركز الثاني ايضا هناك من الجانب الثاني بنتعرف على ثاني المراكز اللي هو ذيبان وتعود ملكيته لعبد الله مبارك برقراقي المزروعي، وفي ثالث المراكز ما شاء الله المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع المركز الثالث مسكت لسعيد بن سالم المانع ثلاثي، المركز الرابع هنا رسال لسالم سلطان بن رشيد، بينما اللي في المركز الخامس شعار المركز الخامس هناك، اللي في المركز الخامس ايضا بنتعرف على خامس المراكز اللي هو غزي لسيد علي بن رقيط من سيف الغفلي ما شاء الله، وفي المركز الساد شعار بن حميدان ايضا هناك احمد من الجانب الثاني اللي هو عذاب احمد مسعيد بن حميدان على السادس المراكز، وفي المركز السابع الاسد سيف بن علي بن عبد الله النيادي، وفي المركز الثامن ما شاء الله والسابع المراكز اللي هو شعار خلف بن مطر بن علوان مع الغزال لراشد بن خلف بن مطر بن علوان، وفي ثامن المراكز في هذه اللحظات رعد لسالم بسلطان محمد بن واز اللي هو في عاشر المراكز. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة المراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، والعودة إلى المقدمة ما شاء الله، العودة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول اللي في المركز الأول اللي في صدارة الشوط مع العنوان الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن يمسكت مسيطر على المركز الأول وحاضر ما شاء الله مع المقدمة سعيد بن سالم المانع الفلاسي، بينما نجد لناصر مع عبد الله بن سلطان هيري على المركز الثاني، وهناك ارسال لسالم سلطان برشيد السويدي، وصل النيادي سيف بن علي بن عبد الله النيادي ايضا رابع المراكز، وفي المركز الخامس ذيبان لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي، وفي المركز السادس شعار بن رقيط ايضا مع الغزي علي بن رقيط بن سيف الغفلي، وسابع المراكز اللي في المركز السابع لعذاب لأحمد مسعيد بن حميدان، بينما اللي في المركز الثامن هناك اللي هو الأسد لراشد بن خلف بن مطر بن علوان، وتاسع المراكز من يقترب رعد لسالم سلطان بن محمد بن واس، وفي المركز العاشر طاير لراشد بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام، هذا كان الوصف ما شاء الله للمراكز العشر اللي ذعناها عليكم بالهو التمام ما شاء الله. يا النيادي مع سراب، ولا بنقول الأسد لسيف بن علي بن عبد الله النيادي المسيطر مع المركز الأول هنا على شوطنا الأخير، شوطنا الأخير ما تحدد مساره أبدا. الجعدان في موقع جميل، موقع واحد نتمنى إن شاء الله، بينما هناك الغزال لراشد بن خلف بن مطر بن علوان اللي في ثاني المراكز، المركز الثالث الغزي علي بن رقيط بن سيف الغفلي، المركز الرابع نجد لناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري، وهنا ذيبان لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي حاضر مع المركز الخامس، وسادسا من يأتي عذاب أحمد سعيد بن حميدان الفلاسي. الشوط الأخير، النقطة الأخيرة، والكل يبحث عن نقطة في هذا الشوط،
الكل يتمنى ويتمنى ويتمنى ونتمنى التوفيق للجميع. ما شاء الله يا الأسد، ما شاء الله يا الأسد، ما شاء الله مسيطر على المركز الأول وصامت على مقدمة الشوط. علي بن سيف بن عبد الله بن معضد النيادي اللي مسيطر على المركز الأول، اللي صامد على مقدمة الشوط. يلا يا الغزال، ثاني المراكز لراشد بن خلف بن علوان، وصل هنا لغزي اللي علي بن رقيض بن سيف. هلا فضي ذيبان بدأ يتحرك مع بالرقراقي، بدأ يتحرك ذيبان، بدأ يولع زمام، الركض نار، بدأ ياخذ الهجوم. الله 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 الله، ما شاء الله يا الأسد، ما شاء الله يا الأسد، ما شاء الله يا الأسد. ذكر الله على هذا المال الطيب في رعيان شبابه، في رعيان شبابه هنا يأدي أداءه الجميل والمميز على أرضية ميدان الطي. ومرحبا مرحبا مرحبا كافة بهالعين هالمدينة الخضرة والجمال. سلام سلام يا بن معيضة، سلام هيلي، سلام هناك وين ما يسكن سيف بن علي بن عبد الله النيادي. وسعد الله صباحكم يا أهالي العين كافة وين ما يسكن هناك سيف بن علي بن عبد الله النيادي بمناسبة فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني ذيبان على ثاني المراكز للسيد عبد الله بن مبارك برقراقي، وفي المركز الثالث للسيد عبد الله راشد بن عبد الله بن حلوة. المركز الرابع على ما اظن شعار سعيد بن سالم المانع. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بل هو التمام والتوقيت الافضل، التوقيت الافضل ما شاء الله لهذا اليوم. 6 دقائق 5 ثواني.